وصلنا لأول فقراتنا لليوم رح نحكي فيها بداية عن العيد وطقوس العيد المميزة اللي ما زالت متوارثة عبر السنين ومحافظ عليها من جيل لجيل، عادات والتقاليد المميزة وخصوصا بالمجتمع السوري اللي هي مثل شراء الألبسة، صناعة الحلويات، غيرها من العادات والتقاليد. يا رشا، يمكن حتى بدمشق لها خصوصية، بتلاقي في شغلات لهلا محافظ عليها، انه في ناس تشتري حلو جاهز، بس من الضروري انه تطلع ريحة الحلو بالبيت، نحن ما عيدنا اذا ما في ريحة حلويات قبل ايام العيد. يمكن هاي القصة وغيرها من التفاصيل مرتبطة بذاكرة كل حدا فينا، ان كان حلو العيد، ان كان ثياب العيد، الجيران، صلة الرحم وغيرها من العادات والتقاليد اللي تربينا وكبرنا عليها. واليوم عم يتزامن العيد اكيد مع قوافل الحجاج اللي راحوا لاداء فريضة الحج، ايضا هدول يعني لهم طقوسهم الخاصة. رح نروح لنستذكر ايام عيد الاضحى الجميلة، اهم العادات والتقاليد. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة نجلاء الخضراء، باحثة في التراث. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك وأضحى مبارك. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. صباحك كل عام وأنت بألف خير. مثل ما بنعرف طقوس الأعياد خصوصا بسوريا لها هيك خاصية مميزة، خلينا نحكي عن هي الطقوس وكيف اختلفت، يعني لساتها موجودة طقوس العيد عند أغلب الناس، لساتهم محافظين عليها؟ عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر، بيجي بعد يوم الوقفة، العيد 4 أيام بينتهي ب 13 ذي الحجة. أكثر ما يميزه هو تكبيرات العيد اللي بترافق كل صلاة لمدة 4 أيام، الابتهالات الدينية والأغاني والمدائح النبوية بنسمعها على طيلة الـ4 أيام، أيضا ازدحام الأسواق لشراء الحاجات، أيضا ساحات الألعاب اللي بتنتشر بالشوارع بشوارعنا، والأطفال اللي بتكون فرحة العيد ظاهرة على وجههم. أيضا حلويات العيد مثل ما حكيتي ورائحة الكعك المعروفين إحنا فيها. أيضا الأكثر ما يميزنا كمان إحنا يعني بلد معروفة صار لها أعراقة بصناعة الشوكولا والملبس، الملبس اللوز اللي إحنا معروفين فيه، لكل مكان هش، كل مكان نوعه نعم نوعه من الأنواع الفاخرة أكثر، واللي بيكون له ألوان حتى ألوانه مبهجة ومفرحة، الزهر والسماوي والأبيض. بالنسبة لهل يعني تغيرت؟ طبعا لتتغير عن بسبب الحداثة، بسبب الأزمة والحرب الغاشمة اللي مرقنا فيها، بسبب ارتفاع الأسعار، في كتير أشياء عم تتغير، مثل يعني أساليب الذبح أصلا تغيرت. يعني إحنا أكثر بتميز عيد الأضحى بعملية التضحية والذبح، تغيرت. كانت زمان بأرض ديار يجتمعوا الأهالي والأقارب عليها ويبدأوا بذبح الأضحية بالدور، كل واحد يذبح أضحيته ويقوم بتقسيمها وتوزيعها بحسب ما يريد. بعدين التغى أرض ديار من البيت، صاروا بالحارة بالشارع يذبحوا الأضحية، وكمان بنفس الطريقة اليوم عم يتوجهوا للذبح بالمسالخ، وحتى التقطيع والتوزيع ضمن المسالخ ويعني من برا لبرا. هاي فرق من الفروقات. أيضا بالنسبة للحج كانوا يروحوا مشيا على الأقدام، كانت الرحلة تأخذ أشهر، بعدين صارت بالحافلة، واليوم بالطائرة. اليوم الرحلة ما بتأخذ 10 أيام، أسبوع بيكون الحجي راح وإجا، يعني ما بنتهي العيد إلا إحنا عم نستقبل الحجاج. كمان من المظاهر اللي ممكن نقول إنها تغيرت بهرجة العيد وقلق العيد، نعم، يعني بسبب غلاء الأسعار ما عاد في هذا البهرج والصرف الكتير اللي كان زمان، ما عاد في روائح السمن البلدي هاي الأصلية تطلع، ولكن إحنا اللي بدنا نعمله نحاول نحافظ قدر الإمكان على هاي العادات والتقاليد، لأنها هي موروث تركوا الأجداد، هي عادات، هي قيم يجب المحافظة عليها، وإذا ما قدرنا نحافظ عليها علينا توثيقها والاحتفاظ فيها، لأن هي اللي بترسم هويتنا، هي اللي بترسم ثقافتنا، هي اللي بتعطي شكلنا
وامتدادنا عبر التاريخ وأصالتنا هي اللي بتدل على أصالتنا وتجذرنا عبر التاريخ، وهذا الشيء اللي عم يعني هذا الشيء المستهدف واللي عم يحاولوا يشوهوا شكله يعني. تمام دكتورة، مثل ما ذكرت يعني رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها، ولكن عم نكون أو عم نحاول بأقل الإمكانيات المتاحة أنه نعمل شيء نحس أنه اليوم أو بكرة رح نستقبل هذا العيد. اليوم ذكرتي نقطة كتير مهمة وهي الحجاج، ونحن اليوم هيك في فرحة كتير كبيرة للسوريين بأداء هي الفريضة، وأيضا عودة الحجاج إلى طقوس خاصة، استقبال خاص، حلويات أيضا خاصة. خلينا نحكي عن هي الشغلة. الحج بدأ أول حج طلع من دمشق بالسنة 9 للهجرة بأمرة أبو بكر الصديق. بالنسبة لمحمل الحج أول من عمله هو الظاهر ببرز، وعمل الطقوس تبعه إنه كانوا يدوروا حوالين سور دمشق الشرقي والشمالي والجنوبي. أيضا كان التجمع الحجيج في دمشق، الحجيج اللي كانوا ضمن محمل الحج ما كانوا هن من بلاد الشام فقط، وإنما كانوا يجتمعوا من بلاد أوروبا، من بلاد السند وبلاد فارس، الجميع كان يجتمع ليلتحق بمحمل الحج الشامي. هذا كانوا يجتمعوا بزوايا احنا بنسمع اليوم، زاوية الهنود وزاوية السنود وزاوية الموصليين بالميدان وزاوية الهنود بالشام القديمة. فهي الأماكن، هي الزوايا كانوا يجتمعوا فيها الحجاج حتى يلتحقوا بالمحمل الحج بأول يوم من عيد الفطر المبارك. بعيد الفطر كان الالتحاق بهذا المحمل، وكانوا بمنطقة القدم عند جامع اسمه العسالي يجتمعوا هناك ويعني يقوم بمرافقة الحاج إلى هذيك المنطقة، أو ربما إلى بعد من هذه المنطقة يرافقوا أهله حاملين معه الأدوات الحج والطعام والغذائيات اللي كان يحمله معه. طبعا الحج كان ياخذ معه المقدوس، الزيتون، اللبنه المدعبله، المربيات، ومجموعه كبيره من الحبوب اللي راح يقتات عليها طول هي الفتره. طبعا كان ضمن قافله الحج كثير من اللي بيشتغلوا على راحه الحجيج، مثل السقايين، كانوا يطلعوا السقايين اكثرهم كانوا من الصالحيه، يطلعوا البراكين اللي هم اصحاب الجمال والهوادج اللي بتركب فيها النساء وكبار السن، ايضا بيطلعوا اصحاب الخيام، بيطلعوا الحلاقين، اللحامين، كل هذا كان يرافق محمل الحج حتى يهتموا ويعتنوا بالحجاج إلى حين وصولهم. طبعا الطريق من دمشق كان يوصلوا إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة. هذا الطريق كان يأخذ معهم 4 شهور، يبدأوا من أول يوم عيد الفطر ويكونوا بيوم التروية بمكة بمنى، ثم الطريق العودة كمان شهرين. خلينا نحكي هيك شوي عن ذكريات العيد، وفي شغلات لساتها يمكن موجودة بالعيد وخصوصا العيدية، وقديش إلى أثر اليوم على الأطفال حتى نحن الكبار بنحب العيدية. العيدية إلى أثر، وهذا دليل أنه لسه أثر راسخ بنفوسنا وإحنا صرنا كبار. طفل بنبسط بالعيدية، بنتظر يوم العيد ليرتدي ملابسه الجديدة ويعايد على جده وأخواله وأعمامه وينطلق إلى عيده وإلى ملذاته وألعابه والمأكولات اللذيذة اللي عم تستناه وبساط الأكل اللي عم يستناه حتى يصرف هالعيديات اللي كان كتير سعيد فيها. ولكن العيدية ما كانت فقط للأطفال، كان في أنواع كتير متعددة من العيديات، كانت العيديات وما زالت للفقراء والمساكين اللي هي قسم يعني حصة من اللحمة بترافقها أحياناً سلة غذائية أو معونة مادية، قسم من المال. أيضاً كانت للنساء، وكانوا يقولوا لها لعيدية الولاية
هي الأخوات والخالات والعمات. كان دائما كبير العيلة يدخل يدق بابهم ويعطيهم العيدية بإيدهم، كمان هي يعني فرحة للنساء وجبر خاطر لهم. وكانوا الصياغ ما يسكروا بالعيد، كانوا الصياغ يستنوا هاي النساء بعد ما تاخذ عيدياتها لحتى تروح تشتري قطعة الذهب اللي كانت تنتظرها بهذا العيد. ايضا بالنسبة للمخطوبين، الخطيبة كانت تنتظر العيدية من خطيبها مع عزيمة هيك محترمة على الغداء ببيته مع أهله، يجمع مع أهله. طبعا العيدية هي ممكن تكون قطعة من الذهب، ممكن تكون ملبس، وممكن تكون مبلغ مالي. والزوجة أيضا، هلأ بدنا نعمل مشاكل، الزوجة كمان بتنتظر عملتي مش الحال الكنترول عملونا سامعين بتنتظر العيدية من زوجها، كمان كانت ممكن تكون قطعة ذهب أو مبلغ من المال بحسب قدرة الزوج على هذا الشيء. فلهذا السبب العيد هو فرحة، يعني لازم الفرحة تدخل إلى القلب بأي طريقة، ولازم تدخل إلى كل بيت بأي طريقة. هلأ حبينا هي عيدية الولاية. هلأ في بعض خلينا نقول لسات القصة نسبية، ونرجع بنقول بسبب الظروف يعني تغيرت هاي القصص، ولكن في ناس كتير محافظين على هاي القصة، يعني الأب حتى لو بنته متزوجة إلى عيديتها الخاصة. صحيح. والأخت يعني أيضا يعني الأكل والحلو والأضحية كمان إلى هيك طقوس خاصة يعني. بس اليوم إذا بدنا نرجع هيك من خلال ذاكرتك لذاكرة الأيام القديمة، هل كان في كمان أكلات خاصة بهدول الأيام؟ طبعا كان في اكلات خاصه، ولليوم كمان لسه في ناس محافظه على هالاكلات. يعني مثلا على الفطور لازم بعد الذبح تجتمع العائله على كبده الخروف على المعلق تبع الخروف، او ممكن يعملوا صينيه لحمه شرحات هذا على الفطور، غير وجبه الغداء اللي لازم تكون او اعتادت الاسر الشاميه انها تكون وجبه بيضاء، ممكن تكون شاكريه، ممكن تكون شيخ المحشي، بتفائلوا باللون الأبيض، لون الفرح، لون السرور، يعني لحتى يكون أيام العيد أيام فرحة وسعادة عليهم. أيضا طبخة الرز واللحم بعد الأضحية وبعد ذبح الخرفان، يعني ممكن تكون رز ولحم وبجانبها اللبن بخيار، يعني رمز البياض. وطبعا هذا الشيء بيختلف بين المحافظات، ولكن اللون الابيض هو اللي بضل ثابت. يعني مثلا بحلب والمدن اللي بجوارها الكبه بلبنيه وانواع من الكباب، بدرعا الملاحي والكبه انواع الكباب مع الملاحي. يعني بنلاقي انه المشترك بين هي الاكلات المأكولات كلها هو تقريبا اللون الابيض. وطبعا الحلويات كمان كل محافظة راس العيد معمول نعم. العيد يعني كل محافظة إلى حلويات الخاصة اللي بتفردها، ولكن الشكل العام للحلويات هي المعمول والأقراص والبرازة الغريبة، يعني هذا الشكل العام، والحلويات العربية اللي معروفة بلاد الشام فيها. اليوم احتفالات عودة الحجاج إلى يمكن طقوسها الخاصة، خلينا نحكي شوي عن هاي الطقوس، وهل اختلفت كمان بين قبل وبين هلأ؟ اليوم احنا بنستقبل الحجاج بآخر أيام العيد. طبعا كانوا زمان، بدي أحكي عن الاستقبال زمان، كانوا يستقبلوهم من الأدام إلى دمشق صف واحد، يعني صفين مقابلين بعض. مجرد وصول المحمل إلى دمشق كانوا يضربوا المدفع 20 طلقة فرحة واستقبال لهذا المحمل. كان يدخل الحاج يستقبلوا أهله طبعا بالزينات، البيت مزين بالرسومات الكعبة، رسومات المسجد النبوي، قباب المسجد النبوي، الحج مبرور وسعي مشكور، هي الكلمات اللي بتدل على الحج، اللي بتدل على المباركة، اللي بتدل على الفرحة، الزينة. نعم الزينة. كانوا أيضا يستقبلوا بذبيحة يغمس إيديه فيها ويطبعها على جدار البيت. يمكن لسه هاي المناظر إحنا بنتذكرها، يعني لحقناها وبنتذكرها، البيوت المزينة بهاي الكلمات اللي بتضلها، يعني هاي الكلمات لما بتنطبع على البيوت كانت تبقى عدة سنوات مطبوعة على البيوت.
ايضا بيستقبل يعني بتستمر هاي حفله الاستقبال من 3 إلى 7 أيام. الموائد مفروده، والحاج يقدم الهدايا للمستقبلين. طبعا الهدايا جايبه معه من بلاد البركه، من بلاد مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، من مدينة الحرم الشريف. هي عبارة عن سبح، سجاجيد، بخور، كحل، هاي الأشياء اللي احنا هون بنستناها، ومية زمزم احنا هون بننتظرها وبنتبارك فيها وبنحبها. بالمقابل كل اي حدا بيجي بيستقبل الحاج بيقدم له هديه، او ممكن يعزمه على غداء او عشاء، يعني فرحه بوصوله وعودته بالسلامه. اليوم نفس الشيء، لسه ما زالت هي مظاهر، صحيح اخف واقل، ولكن لسه استقبال الحجيج. الحجي بيلبس الابيض بيستقبل الفرحانين بعودته وضيوفه باللون الابيض والسبحه بايده، بيقدم لهم هاي الهدايا. وهن ما زال يعني حتى المستقبلين لو خفت قيمة الهدية، يعني كانت قيمتها كان كيس رز كيس سكر، اليوم بتتقدم هدية رمزية للذكرى، مجرد ذكرى يعني، تبقى هاي الرحلة بالذاكرة. أكيد اليوم أرشيف كامل بذاكرة كل حدا فينا لهدول الأيام الجميلة اللي مرقت بحياتنا. إن شاء الله هيك بترجع ونرجع بنشعر بفرحة العيد من أول وجديد. شكرا لك دكتورة وعلى حضورك، ومرة ثانية كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. شكرا لك، بقية نهار حلو لك.